السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، وعيد مبارك سعيد. نواصل مواضعنا فيما يتعلق بنظام صعوبة المقاولة، وخاصة غنتكلمو على افتتاح اللي تكلمنا على افتتاح مسطرة التصفية القضائية. الآثار ديال هاد المسطرة كترتب عليه بطبيعة الحال أثرين هامين، هو انتهاء نشاط المقاولة، وهو اللي غنشوفوه في الحصة ديال في حصتنا هذه، ثم وبالتالي كيتخلى المدين على تسيير أمواله والتصرف فيها. والأثر الثاني هو تخلي المدين عن تسيير أمواله والتصرف فيها. إذا قلنا من بعد افتتاح مسار التصفية القضائية كتنتج عليها واحد الأثر ديال التصفية القضائية، وكترتب عليه قلنا كترتب عليه أثرين هامين: انتهاء نشاط المقاولة، هو اللي غنشوفو في الحصة ديال دابا، والحصة المقبلة إن شاء الله تعالى وبحوله هو تخلي المدينة عن تسيير أمواله والتصرف فيها. إذا يكون انتهاء نشاط المقاولة، فملي كيكون الحكم بالتصفية القضائية يعني مبدئيا الحكم بموتها، وبالتالي انتهاء وجودها واختفائها من الحياة الاقتصادية. وما دامت الوقاية لم تسعفها والمعالجة لم تنفعها، فكان لابد إذن من وضع حد لنشاطها. غير أن إنهاء وجود المقاولة وتوقف نشاطها بعد الحكم بتصفيتها القضائية إن كان هو الأصل، فإن المشرع أوجد له استثناء يتمثل في إمكانية استمرار نشاط المقاولة إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، حيث يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تأذن بذلك الاستمرار لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك، وهذا في المادة 620 من مدونات التجارة. إذا كيتولى السنديك مهمة تسيير المقاولة خلال هذه مدة استمرارها، مع طبيعة الحال مراعاة مقتضيات المادة 606 من مدونات التجارة، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ العقود التي من شأنها الحفاظ على استمرارية المقاولة، حيث تحدد المحكمة عقود الائتمان الإيجاري، عقود الكلاء أو التزويد بالسلع أو الخدمات الضرورية للحفاظ على نشاط المقاولة. وبناء على ملاحظات الأطراف المتعاقدة من المقاولة التي يقوم السنديك بالإبلاغ بها، وطبيعة الحال عند استمرار المقاول في نشاطه يمكن السنديك أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة للمتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة، ويجب على هذا المتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح مسطرة التصفية القضائية، ولا يترتب بطبيعة الحال عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات سوى منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصوم، وهذا كيبان في المادة 573 من مدونات التجارة. كما يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية
بعد صدور الحكم بالتصفية القضائية بالأسبقية على كل الديون الأخرى، سواء كانت مقرونة بامتيازات أو بضمانات أو لم تكن كذلك. وكيبان هذا في المادة 575 من مدونات التجارة. إذا نكون وصلنا إلى نهاية العرض اللي خصناه بانتهاء نشاط المقاولة، هو هذا انتهاء نشاط المقاولة هو أحد أثرين اللي كيترتب عليها أثر ديال التصفية القضائية بعد فتح مسطرة القضائية. و أعيد تشكراتي لجميع الزملاء والأصدقاء وإلى المشاركين الحاليين والمشاركين المحتملين الجدد، وأضرب لكم موعدا لاحقا إن شاء الله، وبالتوفيق والنجاح. Les bureaux de vote, etc. Donc, déjà un aspect économique qui n'est pas négligeable. Deuxième élément, c'est le fait